السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله يا رب. اليوم الوصفه كما وعدتكم، الوصفه ديال الاطافر اللي كتطول وكتقوي وكتقصح الضفار في اسبوع، كيبان لكم الريزلتات. عتي وصفه خطيره وسهله، والمكونات ديالها كاينين في كاع البيوت. دونك الوصفه مناش كتكون من نص حامضه وفص واحد يكون كبير ديال الثومة. الا كان الفص صغير فخذوا جوج ديال الفصوص ديال الثوم. وانا غادي ندير الزيت البلديه. دونك البنات، انا في المره الاولى استعملت زيت الجليسيرين، المره الثانيه استعملت زيت الخروع، والمره الثالثه استعملت زيت اللوز، وهاد المره غادي نستعمل فيها الزيت البلديه. غادي تقولوا علاش كتنوعي في هاد الزيوت؟ لان كل زيت وباش غني. كما كتعرفوا زيت اللوز غني بالفيتامين او، زيت البلديه دونك كاين بزاف. كل زيت مناش كيتكون الفيتامينات ديالو. دونك داكشي علاش كاع الزيوت اللي كتكون كتيدغاتي لابو فهي كتيدغاتي حتى لي زونغل، يعني حتى الاظافر. دونك كننوع في الزيوت. مي انا هادو ربعه ديال الزيوت اللي طوب، وكنبحث عليهم بزاف وكنعرفهم مناش كيتكونوا. عندك زيت الجليسيرين وزيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون، يعني زيت البلدي كما كنقولوا حنايا بالدارجه، وعندك حتى زيت جوز الهند، زيت الكوكو. دونك هادو خمسه زيوت تقدو تستعملوهم اللي عندكم في الدار من هاد الزيوت تستعملوهم. بالنسبه للحامض لا فيتامين سي، كيف ما كتعرفوا راه لا بيبار ديال لي دي سولفون كلهم كيتكونوا من لا فيتامين سي. الثومه راها انتيبيوتيك، كتحيد الفطريات ديال الاظافر وكتحيد داك بوش نتوف وكتحيد كاع داك اللحم القاصح اللي كيكون حدا الضفار، وراها انتيبيوتيك خطير كتعالج جميع الفطريات. دونك اللي عنده الفطريات في ضفارو يبدا يحك ليهم الثومه، راه كونوا على يقين انهم ما غاديينش يبقاو. المكون الثالث اللي هو واحد من هاد الزيوت اللي انا قلت لكم، راه الزيت هي اللي كتيدغاتي الضفر، والضفر كل ما كان ايدغاتي غتشوفوا فيه لا بريونس. الا كان الضفر جاف وما مرطبش كتشوفوه كتشوفوا الضفر بحال خشين بحال حرش، حتى الضفار ديالنا كيحرشوا. مي ملي كتبارك واحد اليد الضفار كيبري وهذا ما داير على لا باز لا حتى شي حاجه، راه ديك الساعات راه كتكون يعني الضفر ايدغاتي مزيان. دونك غادي ناخذوا هذا الفص ديال الثوم، غادي نحكوا مزيان. صراحه الحكاكه صغيره ما عرفتش فين مشات لي، غادي نستعمل غير هذه. غادي نحك هذا الراس، ما نضيع منه في الصراحه حتى شويه، يعني هاد الثومه هادي غادي نديرها كامله. عتي راه غير الثومه بوحديتها راه الفوائد ديالها غزاله، ولكن ملي كتجمعوا هاد التريو هذا ما بين الحامض والثومه والزيت من الزيوت اللي قلت لكم، راكم كتحصلوا على واحد الخلطه اللي غزاله، غادي تهنيكم، غادي تهنيكم من التلصاق ديال الضفار وداك لو جيل وداك الشيء كله غادي تنساوه. وحتى ملي كتقطعوا ضفاركم قسما بالله بهذه الوصفه، الا في اسبوع الضفار كيبداو يطوالوا. انا كنقول الناس ماشي الناس اللي كياكلوا ضفارهم، يعني خصكم تعرفوا بالنسبه للناس اللي كياكلوا ضفارهم، اول حاجه الميكروب اللي كيهبط للستوما اكسيتيرا، داكشي درس خصو بوحديتو. عاد ان الضفار هما براسهم الدفال ديالنا فيه واحد الميكروب اللي كيقتل نمو الاظافر. الناس اللي كتشوفهم كياكلوا ضفارهم كتلقاو ضفارهم صغيورين ورهافين وهشاش وفواحد الحاله في الصراحه خايبه بزاف. دونك راه داك اللعاب ديالنا، يعني الدفا اللي كيكون عندنا فيه واحد الميكروب. حاولوا تيفيتاو الماكله ديال الضفار ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل، استعملوا هذه الوصفه وحبسوا من الماكله، غتبين لكم نتيجه خطيره. بالنسبه للزيت البلديه هنايا او زيت الزيتون، غادي ناخذ غير معلقه وحده صغيره فقط غنكتفي بها. كما قلت لكم الزيت بوغ ليدغاتاسيون فقط، يعني للترطيب، ترطيبي كيف ما كيخصنا نرطبو وجهنا يدينا رجلينا، فضروري كيخصنا نرطبو حتى الاظافر ديالنا. هنايا كيف ما شفتوا حكيت نص ديال الثومه، ودرت هذاك النص ديال الحامضه عصرته فيها، ودرت المعلقه ديال الزيت. غادي نحرك هاد المكونات مزيان، وقبل ما غادي نستعمل هاد المكونات هادو، غادي ناخذ واحد القماش اللي انا ديجا مصاوباه من السكر سنيده وزيت الجليسيرين. هاد القماش كيقدر يتستعمل للوجه واليدين والرجلين ولاي منطقه كتعرض للاشعه ديال الشمس. بالنسبه للحبوب ديال سنيده البنات، انا كنختار سنيده اللي كيكونوا الحبيبات ديالها رقيقين بزاف ماشي خشان. سنيده اللي خشينه راه ما كتصلحش لي قماش. هذه غير فكره بغيت نزيدها لكم باش تفرقوا ما بين سنيده القماش
وسنيده اللي ما كنقدوش نديرو بها القماش هي ديك ديال اكثر اللي كتكون ديال العبار وغليظه، اولا ديك اللي كتكون ديال 2 كيلو الغليظه. خذوا سنيده مزيانه راه ديروا بها القماش. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نقومي يديا وغادي نقومي حتى ضفاري والجناب ديال الاظافر ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا الوصفه خطيره، قلت لكم ضفاري كنقطعهم في اسبوع كيكبروا وكنقدر ندير فيهم الفورمه اللي بغيت، يعني نديرهم مقوسين او نديرهم نيشان او ما كيتهرسوش ملي كنجي نصاوبهم. واخا تقدي بهم الشغل، تحكي بهم جديك، تغسلي بهم الماء، ديري بهم اللي بغيتي ديري بهم، فراه ما كيوقع لهم حتى حاجه وكتحسي بهم قاصحين. وكيف ما كنعرفوا اليدين راه نصف الجمال ديالهم او 75% ديال الجمال ديال اليدين هما من الضفار. كيف ما كتعرفوا ملي كنشوفوا شي يد ضفارها مسوسين او مراد او مهرسين او قصار، فكتكون ديك اليد محقوره واخا كتكون هي زوينه. دونك هنا غادي قبل ما نطبق الوصفه على ضفاري ما فيها باس، غادي نشد القماش وغادي نحك به يدياتي وصبيعاتي وضفيراتي مزيان 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 مزيان. وبالاخص الناس اللي كيكونوا كيصوقوا راه البولا كتخرج 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 على اليدين بزاف مع الشمس، فمن الاحسن استعملوا ليغو او لا شي واقي شمسي داك اللي كيشيط لكم مثلا او ما كيجيش لكم مع لابو ديالكم او كيتخافوا الصلاحيه ديالو كتكون غير سي موا ومثلا نتوما كتكونوا ما كتستعملوهش بكفايه الوجه، فخذوه وبقاو ديروه ليديكم. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نغطسوا هاد القطينه هادي في هاد الخليط ديالنا اللي فيه قلت لكم داك التريو. قبل غادي نهز هنايا بالمعلقه شويه وغادي نبدا به اللي بغيت نعصرت شويه ديال الثومه لان هنا مازال ما طلقش. نورمالمون ملي كنديروا هاد الخلطه هادي كيخصنا نخليوها واحد نص ساعه او ساعه الا ربع حتى تيطلقوا دوك المكونات مع بعضياتهم عاد باش كنبداو نطبقوها. دونك انا كنعصرت الثومه هنا باش تشربها ليا هاد القطينه هادي، وغادي نبدا نطبقها على ضفيراتي. ابخي راه غادي نبقى نخشي نيشان وغادي ندير. بالنسبه لهاد فص الثومه ونص حامضه ومعلقه ديال الزيت البلدي كيقدر يبقى معكم حتى 15 يوم الا احتفظتوا به في الثلاجه. انا بحال هاد الخلطه هادي كتبقى ليا اسبوع ما كاملش لحقاش انا كندير واحد الخطا. ما تقدو نتوما ما ديروه، ديروها في شي قريعه وتبداو تهزوا الكونتيتي اللي بغيتو تصاوبوا بها تمسحوا بها ضفاركم. فانا كندير نيشان القطن، وكتعرفوا اي حاجه كنخشيو فيها شي حاجه اخرى راه كتاكسد وما كتطولش معنا بزاف. دونك بالنسبه للبنات لهاد الوصفه هادي انا كنستعملها نهار اه ونهار لا. بالنسبه للناس اللي عندهم ضفارهم واكلين العصا بزاف 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 استعملوها حتى يوميا، راه الا ما نفعتكم ما غاديش تضركم. كما قلت لكم الضفار كيبغيو الفيتامين او كيبغيو الفيتامين سي كيبغيو الانتيبيوتيك كيبغيو كلشي 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 فحال كتغدى نتا فحال الشعر فحال الضفار فحال لابو. دونك هنا غادي تشوفوني كنغمسها دابا وكنمسح بها، النتيجة خطيرة. جربوا هاد الوصفة وخليوا لي التعاليق ديالكم كيف جاتكم. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. بسلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله. مهم بالنسبة للوصفة شحال كتبقى لنا في الاظافر، كل ما خليتوها مزيان انا المينيموم كنخليها 20 مينيت المينيموم البنات الا كنت مزروبة ودرتها بالنهار. اما ملي كنديرها بالليل كنخليها حتى ساعة في يدي. راه بالنسبة لريحة الثومه راه ما كديرونجيش بزاف مع الحامض ومع زيت البلديه، كيولي واحد الميلونج ديال الروائح اللي كيولي ما كيديرونجيش. دونك بسلام عليكم البنات، فيديو جاي ان شاء الله. كنموت وكنحماق عليكم.